اوكي حبايبي، اليوم تحدي اصوات بين لما شريف وديما كام. حبايبي هذا التحدي من اقوى التحديات بصراحه اللي حعملها ضد بعض يا جماعه. حبايبي بدايه تحت حتلاقوا اسم ديما كام واسم لما شريف. اوكي حبايبي، لنشوف مين اكثر عدد لايكات. اوكي حبايبي، بدايه هو التحدي لكم، تمام يا جماعه؟ بدي تكتبوا لي تحت بالكومنتات رايكم ومين اللي حيفوز ومين انتم برايكم يا جماعه اللي فايز، وانا كمان حاكتب ديما كام وراح اكتب لما شريف ومين اكثر يجيب لايكات. طبعا هو فايز، تمام يا جماعه؟ تحت الكومنتات راح تشوفوا. فاليوم هو التحدي يا جماعه قوي. ليش قوي؟ لانه ديما كام صوته واو، تمام يا جماعه؟ وتعرفوا ديما كام بدون ما واحد يحكي عن صوته، تمام يا جماعه؟ كثير فيديوهات عملت عليه وتعرفوا انتوا هالشيء. حبايب قلبي كمان لما شريف يعني كمان صوته حلو كتير. اوكي حبايبي، قبل ما نبلش فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناه وانزلوا تحت يا جماعه اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس للكل مشان يصلكم اشعار اول باول، وكمان اللايك لا تنسوه يا جماعه مشان استمر. اوكي حبايبي، فما بدي كثير اطول عليكم، رح نبلش فيديو سوا. سبسكرايب يا غنيم. اوكي حبايبي، حاليا اول شيء رح نبدا برنامج شريف. اسمع الصوت يا جماعة مشان الله اسمع. تذكروا هذا اللي طالع على الغنية ما بعرف شو اسمه بصراحة، فكمان اشتهرت كتير هاي لما شريف كان غنتها بوقتها، بس حلوة كتير طالعة معها، حلوة كتير طالعة معها. وعلى ما اظن كمان يا جماعة ديما كام كمان هي غنت نفس الغنية، فرح نشوف هلا غنية تانية لما. يا هوني شفت صوتها بيشبه صوت بيسان. ايوه حلو، حتى برافو عليك مغنيتها. حلو لهلا، واو لهلا الصوت نار يا جماعة، صوت نار. ما بعرف يعني بصراحة، ابداع يا عمي، ابداع مو طبيعي. بس انا بدي يا جماعة انه تغني الحالة بصوتها، ما بحب انه تغني مع الغنية. ايوه هي بدها ايقاع. واو واو، مع انه غني مع انه غنتها قصيره هيك ما فهمنا منها شيء كثير، بس الصوت يا جماعه خلاص. ايوه هلو. هوني اصلا هي معروفة بصوتها، هي غنتها كتير. ايوه واني على نياتي. حلو. ها هي يا جماعة ما أظن هون وقت المقابلة. كل عمري بحبها والله مجنون، ولا هلا حبيبة قلبي بتكون ليش تكون.
حلو 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 يا جماعة يا جماعة، صوت لما شريف حلو كتير، والبنت فنانة ومبدعة. يعني ما بعرف شو احكي لكم يا جماعة، انا يعني بحكي الصراحة يا جماعة، ما بعرف كيف يعني. كمان دي مقام صوتها تحسوه هيك بيدخل للقلب بسرعة يا جماعة. اوكي دي مقام. ويلي عليك اي هاي غنية سورية يا جماعة. مثل يا مامي ايوه تذكرني بسوريا غني صراحة. ايوه هون يا جماعة ديما كانت صغيرة تحسوها تمام. شوف شوف صوت صوت الله لك ما شاء الله. ليش قصيرة يا جماعة؟ ليش قصيرة؟ ليش قصيرة؟ قصيرة كتير، بدي طويلة. شوف من الفرحة أنا غنيت وصل يا عمي. هاي تحس صوتها دواء والله يا خلاص يا جماعة، والله تحسوا البنت صوتها دواء يا جماعة. من يوم غابت عني حتى ضاع عمري وياي ذكريات كيوت كيوت انك كيوت تعلمين. شوف هون طيب يلا يلا جماعة شعري حلو صار هيك صح؟ اكتبوا لي بالكومنتات. يلا يا عمري على كل شيء الجمع علمك لعلمك حضرتك هو المجروح جفالك دلالك ضحكتك الروح أبشرك يا قلب. الله عليك الله عليك. شوف هون يا جماعة ايوه بعرضك لا تهزيني والله 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 حب حرام عيني النوم لا 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 عيني ولا هي حلوة. أيوة و 12 مولاية الحديد انقطع. حب الغنية يا جماعة، الغنية يحبون الغنية. أيوة اوكي حبايبي، مثل ما شفتوا هيك كان الفيديو. اكتبوا بالكومنتات لما شريف ولا ديما كام تمام، وراح تشوفوا تحت بالكومنتات اسم ديما كام واسم لما شريف، وراح تصوتوا تحت بالتصويت تحت لشوف مين يفوز لشوف مين جيش مين اقوى. والله بصراحه يا جماعه انا عم بحتار انه لما عم بعمل تحدي بين شخصين نشوف مين جيشه اقوى تمام. جيشه اقوى وغير انه جيشه اقوى يا جماعه ينعجب. يعني مثلا هلا مثلا خلينا نقول ديما كام جابت اعلى من لما شريف، معناتها معناتها ديما كام صوتها احلى تمام يا جماعه. اذا ديما اذا لما شريف جابت اكثر من ديما كام معناتها
لما شريف احلى صوته. تمام يا جماعه، مش هيك عم بقول لكم صوته. فحبايب قلبي هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اكتبوا لي بالكومنتات ايش رايكم كان الفيديو. كمان يا جماعه المانسي حط لايك، حطوا لايك ترى، انزلوا تحت حط لايك يا جماعه، حط لايك. ليش ما تحط لايك وتابعني على انستغرام يا جماعه؟ بدون ما احكي لكم تابعوني على انستغرام، بحبكم كثير. واكتبوا لي افكاركم بالكومنتات كمان لا تنسوا. اوكي حبايبي، بحبكم كثير. كان معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد. سلام.